مساء الخير. أرباح أكبر المصارف فاق التوقعات وصلت بالربع الثاني من السنة. خلينا نستعرض أبرز الأرقام عن نتائج أكبر المصارف الأمريكية جي بي مورغان، سيتي جروب وبنك أوف أمريكا ميريل لينش يلي أعلنت عن أرباحها بالدخل الثابت، العملات، السلع، المبيعات والتداول. بلغت إيرادات جي بي مورغان 3.96 مليار دولار فحققت نتائج قوية أدت لارتفاع الإيرادات بالمعدلات والأسواق الناشئة والائتمان. أما إيرادات سيتي جروب فبلغت 3.47 مليار دولار ولبنك اوف امريكا بلغت 2.62 مليار دولار. هالنتائج الجيده بتعود لعده اسباب من الاداء العالمي الاقوى بالاسعار وتداول العملات. هالاداء الاقوى والمفاجئ يمكن يكون اشاره الى انه الامور عم تتجه اكثر للمسار الصحيح. من امريكا منروح لبريطانيا. رغم المخاوف من مغادره المؤسسات المصرفيه لندن بعد التصويت لخروج المملكه المتحده من الاتحاد الاوروبي، يبدو انه بعض المصارف ما زالت مهتمه بالتواجد بلندن. ويلز فارغو احد اكبر البنوك الامريكيه اعلنت عن شراء مبنى اداري بالعاصمه لندن بعد ما تم الاعلان عن التفاصيل الماليه للصفقه، ولكن وكاله الانباء رويترز نقلت عن مصادر مطلعه على هالصفقه انه قيمتها بتتقدر بحوالي 300 مليون باوند. من المتوقع انه ينتهي هالمبنى المؤلف من 11 طابق بحلول شهر ايلول من العام المقبل، وبيبدا المصرف بالانتقال لما مقره الجديد بلندن بالعام 2018. ومننهي مع اعلان توقيع اتفاقيه بين البحري، الشركه الوطنيه السعوديه للنقل البحري، وشركه العربيه للاستثمارات البتروليه لانشاء صندوق استثماري من اجل شراء ناقلات نفط عملاقه بتوصل قيمتها ل 1.5 مليار دولار. هالاتفاق هو من احدى الخطوات لتحقيق رؤيه المملكه 2030، ومن خلاله بتصبح المملكه رابط بين القارات وبتكون الدوله الرائدة بمجال الاستثمار الخارجي وجذب رؤوس الأموال. هذا كان كل شيء لليوم، بشوفكم بكرة.